نكمل النقطة العشرين. نعم. النقطة العشرين ذكر عبد الحسين أن الكتب الأربعة اللي هي الكافي والاستبصار والتهذيب وفقيه من لا يحضر الفقيه هي مرجع الإمامية في أصولها وفروعها من الصدر الأول إلى الآن، وهي متواترة مقطوع بصحة مضامينها. يعني الآن يقول مقطوع بصحة مضامينها هذه الكتب الأربعة. الكافي فقط كمثال فيه عدد أحاديثه 16,000 حديث و200 تقريبا، 16,000 كلها، كل أحاديث الكافي، الأصول والفروع والروضة. يقول الطريحي يقول عددها 16,199 حديث، الصحيح منها 5,072، الحسن 144، الموثق 1,118، القوي 302، الضعيف 9,485، أكثر من النص. هذا الذي يقول متواتر الطريحي، إيه الطريحي في لؤلؤة البحرين صفحة 94 و300. كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، طيب فيه 2,050 حديث مرسل، يعني ليس مسندا، وعدد من 3,913، هذا ثاني كتاب عندهم نص حديث مرسل. فإذا كان هذا أصح كتاب عندهم وهذا الثاني الذي بعده، بعد ذلك لك أن تعلم يعني كيف هي أسانيدهم، حال بقية الكتب. أي نعم أي نعم، يعني كلام لا قيمة له حقيقة بالنسبة لهذه الأسانيد، خاصة يعني تشوف يعني المجلسي من كتب معتمدة عندهم، ما ألف ثول المجلسي 1,111 اللي قلنا خوش رقم، بعد النور الطبرسي 1,300 قبل 100 سنة متوفي نور الطبرسي، يقول عثرت على كتب لم يجدها غيري. يا سلام. يقول عثر على كتب يعني لم يحصلها غيره. شو حصل على كتب لم يحصلها غيره؟ أنا ذكرته هنا بس عاد يعني ألغيته لأنه خلاص. يعني كأنه يقول ديننا ليس محفوظ، لم ينقل كاملا، يعني اكتشفت أشياء لم يطلع عليها. إيه نعم نعم. نعم. من قبلها. إيه هذا شوف المجلسي ماذا يقول؟ يقول اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب، ولقد جمعتها في البحار ما اجتمعت في غيره. هذا نقله صاحب أصول مذهب الشيعة الشيخ القفاري الجزء الأول صفحة 59-300. الحر العاملي صاحب الوسائل يقول توفر عنده أكثر من 80 كتاب، وهذا في المقدمة، مقدمة الوسائل الجزء الأول هذه الزائدة إيه 80. النور الطبرسي اللي توه ميت يعني قبل 100 سنة تقريبا يقول عن غبازرق الطهراني والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل. شو السالفة؟ توه يلقى كتب موجودة بكتب الشيعة القديمة. هذا في الذريعة جزء 21 صفحة 7. فناس تلعب يعني، ناس قاعد تلعب يعني بالدين، الله المستعان. وتتكثر. طيب. يكفيك قصة معمر أبو الدنيا، إيه ما شاء الله، اللي الجزائر يروي عنهم مباشرة عن علي بن أبي طالب. طيب